أبواب الجنة تفتح في هذا الشهر. الجنة عندها كم باب؟ 8 أبواب. والنار ربنا قال لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. فالجنة أبواب أكثر من النار، ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالعباد. فقال لك تفتح فيه أبواب الجنة، وبعدين وتغلق فيه أبواب النيران، يعني من أول يوم في رمضان لحد آخر يوم أبواب الجنة مفتوحة وأبواب النار مغلقة. دي الأبواب الحسية ذاتها. بعض العلماء فسرها كده، الأبواب الحسية مقفولة تحت النار، تحت الجنة مفتوحة. بعض العلماء قالوا أبواب الجنة المفتوحة هي أبواب الخير، العمل الصالح يعني. عشان كده بتلقى الناس في رمضان الزول سريع لقراءة القرآن، بيقرأ قرآن كثير. كان الواحد يكون السنة كلها المصحف بتاعه خاطيه في الدولاب، ما قاعد يفتحه ذاته. أول ما يجي رمضان بيطلع المصحف بيقرأ، بيجي المسجد بيقرأ، بيسمع له درس، بيسبح، بيستغفر، بيصلي من النوافل زيادة، صلاة التراويح ممكن يزيد عليها براو، صلوات وأذكار وغيرها. عشان كده من العلماء من قال فيه تفتح أبواب الجنة، أبواب الجنة أبواب الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. جنة يعني شنو؟ جنة حماية وقاية يعني. أسي يقول لك في جنة بيجاي، يعني حديقة سموها جنة لأنها متغطية، كأنها وقاية كده وحماية، بتتغطى ما بتشوفها. الجن ده سموه جن ليه؟ لأنه ما بيرى. فالصوم جنة، جنة حماية لزول من شنو؟ من النار. صيامك جنة وحماية لك، بيحميك من جهنم. قال الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة. دي أبواب خير. الصدقة دي لأنها حارة صعبة، تعرف الواحد ممكن يدعو لك الله يا الله تدخله الجنة، لكن كان قلت لك أنا أجيب 20 جنيه ما بدي، القروش دي حارة جدا. عشان كده ربنا قال في سورة التوبة خذ من أموالهم صدقة ما لا تطهرهم، بتنظفك، لأن الصدقة حارة على القلب، عشان كده بتنظف القلب. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. فدي أبواب خير، الصوم جنة، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا الآيات من سورة السجدة. طيب عندنا في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة وتتقفل أبواب النيران. شهر كله مبارك، بركة من أوله لآخره. عشان كده في مسألة مهمة الزول ينتبه لها، العلماء قالوا فرق بين البركة والوظيفة. في أوقات عندها بركة لكن ما فيها وظيفة معينة، وفي أوقات فيها بركة وفيها وظيفة محددة. مثال عندنا ليلة النصف من شعبان، منتصف شعبان، كويس؟ في ناس هنا طبعا بيجيبوا فيها وظائف كثيرة، يقول لك قيام الليل ليلة النصف من شعبان، يقول لك صيام ليلة النصف من شعبان، ده ما في. فيها بركة، ربنا جعل فيها بركة معينة في الحديث زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما فيها يعني ما فيها صيام خاص ولا فيها صلاة خاصة، بس كده ساي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاذ رضي الله عنه قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله على خلقه، ربنا بيطلع على العباد، قال فيغفر لكل مسلم إلا 2، إلا مشرك ومشاحن. تعرف في ليلة النصف من شعبان من غير أي عمل، يعني أنت مسلم تا
تغي لي الله ما مشاحن، راقد في سريرك ولا صليت قيام الليل ولا صمت بالنهار، راقد في سريرك، الله بيغفر لك. عشان كده العلماء قالوا هذه بركة لكن ما عندها وظيفة خاصة، عبادة خاصة ما في. الناس هسه بيجيبوا لها حاجات من عندهم، واحد يقول لك الليلة صائمين، أها صايم شنو؟ يقول لك صايمين يوم النصف من شعبان، أها، واحدين قايمين الليل، قايمين شنو؟ يقول لك ليلة النصف من شعبان، ما في قيام خاص يا إخوان، ولا في صيام خاص، بس ربنا بيغفر كده ساي كده. لكن خلي بالك المغفرة مع شرط، اثنين قال لك إلا مشرك ده ما بيغفروا له، لأنه ربنا في القرآن قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. أما حسابك طبعا في ناس الموضوع ده بتخيلوه كأنه موضوع بتاع شكله، شفت الموضوع ده بالذات مما تجيب موضوع الشرك يقول لك ايوه احنا من قبل ما كويسين، لا لا هسه كويسين والله هسه كويسين، لانه ده ما كلامي انا، خليت بالك. قال لك الا مشرك الله ما بيغفر له، ده في ناس دارينها بالقوه كده، بس هو اللي بيغفر الله ولا انا ولا انت؟ مش اللي بيغفر الله، الله قال لك المشرك ده ما بغفر له، يعني احنا نقول له لا الا تغفر له؟ بنقدر؟ ما بنقدر. إلا مشرك، مشرك ذاته نسبوا لها براهم، في ناس قايلين لهم ديل يقول لك يا مولانا يا أخ شنو معذبين أنا شرك شرك، ما نسبوا لها ماتوا تاني ما في شرك، نسبوا لها مشركين وماتوا هي عارفينهم، لكن الشرك قاعد انت قالوا مات. وإبليس ده بدخل الناس النار بشنو أكثر شيء بيحرص عليه إبليس، لأنه الشرك ده بخلدك في جهنم، ممكن إبليس يدخلك النار بحاجة تانية. ربنا ما قال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، دار يدخل الجماعة معه، لكن لو دخلك بزنا ممكن تمرق. إبليس عليه لعنة الله بيعرف إنت تكون قاعد، لأنه هو قاعد ما مارق جوا جهنم دي ما يمرق طب، وداير أكبر العدد يكون معه جوا قاعد ما يمرق طب، لو دخلك بزنا ممكن تمرق بالمناسبة، لأنه الزاني مرتكب ذنب كبيرة من الكبائر، لكن ربنا ممكن يغفره. أو تنال الشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بيشفع، الملائكة بتشفع، الصالحون بيشفعوا، ممكن الشفاعات دي تنال الزاني يمرق، السارق دول حرامي نشال معروف كويس ممكن يمرق، السكير دول بتاع بنجويا الحلة كلها بتعرف يقول لك فلان داك والله ده الصو بتاع بنجو معروف، انت عارف ده لو مات على كده ممكن يمرق من جهنم. عشان كده ده زي ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري قال يخرج من النار اقوام وقد امتحشوا، امتحشوا يعني شنو؟ يعني بيقول الفحمه من جوا جهنم يمرقون، يدخلون في نهر اسمه نهر الحياه، جوا يدخلون جوا النهر ده يمرقون، مكتوب عليهم في جباههم الجهنميين ينبتوا، قال كما تنبت الحبة في حميل السيل، زي الشجرة لما تكون قائمة جنب الحجر تلقى لون أخضر زي أصفر كده، قائمة صغيرون وطرية ينبتوا من جديد يشيلوهم يدخلوهم جوا الجنة. ديل معلوم ديل دخلوا النار، دخلوها بشنو؟ دخلوا النار بذنوب ومعاصي، لكن ما عندهم شرك ولا كفر، لا مشركين ولا كفار. عشان كده عمل حسابك، شوف قابلت الله يوم القيامة مشرك لا بحلوك أهلك، ولا تقول لهم يا ناس احنا كنا طائفة كبيرة جدا، والله لا طائفة بتحلك ولا أهلك بحلوك ولا ده كله. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث جابر قال من لقي الله، حديث ابن مسعود كمان، من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. انت الشيء ده بخوي بك؟ في ناس كانه الشرك ده ما بيجي عليهم كله كله، ولا بخاف تلقاه. يقول لك يا مولانا على الموضوع ده كترته يا اخي، ما في داعي، يا زول انت ما خايف؟ وابراهيم الخليل عليه السلام، ابراهيم ده كسر الاصنام بيده، دقاب الفاس كسرها، عاد اهله
وعاد ابوه وقوم شت عادهم في التوحيد، قال لهم اني براء منكم ومما تعبدون، اتبرى من اهله. ده مش توحيد خالص ونقي؟ بعد ده دعا ربنا قال ربي اجعل هذا البلد امنا، البلد هناك الجزيره العربيه، ربي اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. خايف ولا ما خايف؟ خايف من الشرك. وده ابراهيم عليه السلام. عشان كده تعمل حسابك، تعمل حسابك، لانه ده خطر كبير جدا، ممكن يدخل عليك بمساله بسيطه قمت عليه حيلك بس كب يا شيخ فلان، خلاص ده شرك بالله. انت بتتخيلها بسيطة؟ لا معقول يا مولانا يا اخي، يا اخي انا بحب شيخي ده، بتحبه؟ اي ما تناديه. انت بتحبه شيخك ده ومحترم بالنسبة لك، ما تقول يا فلان، لا لا لا، يا دي شفتها يا بعدي الله. بس لو قلت يا النبي، نسوانا يقول لك يا النبي نوح، ما بجوز، شرك. مش نوح عظيم رسول كريم من العزمة الخمسة من الرسل، تقول يا النبي نوح مشرك، مشرك كبير. يلا الله سبحانه وتعالى بيغفر يوم النصف من شعبان لأي زول ما مشرك وما مشاحن. مشاحن يعني شنو؟ نحن دي بنفهمها بعاميتنا، بنفهمها يقول لك مشاحن يعني شايل في قلبه عليه زول، المسلم المعاودة شايل في قلبه عليه، تلقاه في حاجة بسيطة جدا، وخاصة عند الحريم. واحدة تقول لك ما زرتيني يا فلانة وما جيتيني في عرس بيتي، شفت دي؟ تقاطع عليك 6 سنة، لا تسلم عليها، لا تجيها، لا عندها معاه شغلة، دي مشاحنة. ما يجوز يا اخواننا في أمر دنيوي، في أمر دنيوي ما يجوز الإنسان يهجر أخاه فوق 3. في أمر ديني معلش، النبي صلى الله عليه وسلم هجر 3 50 يوم، وذلك صحابة كرام لكن أخطأوا، هجرهم 50 يوم. الهجر في أمر ديني ده براو، لكن في أمر دنيوي كويس ما يجوز. طيب نرجع لكلامنا، الشهر المبارك، وأنا ما دار أطول في الكلام لكن دار أوضح معاني تنفعنا ونحن داخلين على الشهر ده. الشهر المبارك فيه جوانب بتاعت بركة كثيرة يا أخوانا. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه ليلة واحدة بس هي خير من 1000 شهر، والليلة دي ربنا نزل فيها القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهناك في سورة حاميم إنا أنزلناه في ليلة مباركة، سورة الدخان، إنا كنا منذرين. الليلة المباركة دي ليلة شنو؟ ليلة الغدر صح؟ طيب يا أخوانا في سؤال مهم عشان الناس تركز معي ما يكون في ذن نعس، سؤال مهم. ربنا قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ونحن بنعرف إنه القرآن ده نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في فترة بتاعت 23 سنة، أحداث وقائع غزوات، ينزل القرآن آيات، يقول لك دي آيات نزلت سورة في غزوة بدر، آيات نزلت في أحد، آيات نزلت في قصة الإفك غيره. طيب كيف؟ وربنا قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة. العلماء قالوا الجواب عليها 1 من 2، إما القرآن بدأ نزوله في رمضان، بدأ بداية في رمضان واستمر، إنا أنزلناه أي بدأ نزوله. والجواب الثاني قالوا نزل القرآن جملة واحدة من عند الله عز وجل إلى اللوح المحفوظ، كله نزل في رمضان، بعد ذلك نزل متتابعا على النبي صلى الله عليه وسلم منجما يعني مفرقا في 23 سنة. الكتب السماوية كلها نزلت في رمضان، دي كلها يا أخواننا أوجه بركة في رمضان. ربنا يقول تنزل الملائكة والروح فيها، الروح جبريل، ملائكة ينزلوا، ينزل جبريل عليه السلام في الليلة ديك، سلام من كل أمر، سلام، ليلة كلها سلام، الشهر من أوله لآخره شهر بتاع بركة. عشان كده
الشهر ده لو انت استغليته صح ممكن تطلع منه بحاجة واحدة، في فوائد تانية كثيرة، لكن لو طلعت منه بواحدة انت ربحان. بس الله يغفر ذنوبك، لأنه ده شهر مغفرة، مش زي ما بيروا الناس الحديث يقول لك أوله مغفرة وأوسطه أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. الشهر ده كله مغفرة، كله رحمة، كله عتق من النار، ما أيام معينة، كله كده تمام. أنت لو طلعت من رمضان ده زي ما بيقولوا الجماعة، يقول لك يكون عندك هدف داخل برمضان، بس إنه ربنا يغفر لك ذنوبك، ولا نحن ما محتاجين كثيرة يا أخ. لو جيت تحسب ذنوبك أنت كثيرة، لكن رمضان ده ممكن تتغسل فيه تطلع نظيف. النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث صحيح مسلم، قال الصلوات الخمس اللي بنصليها نحن دي، أها، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، يعني بيناتهم صليت بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء كده، يعني بين الصلوات، أو الجمعة إلى الجمعة بين الجمعتين، قال مكفرات لما بينهن. لاحظ، لكن بشرط تاني. قبيل في الحديث بتاع النصف من شعبان في شرط صح؟ إلا شنو؟ مشرك وشنو أخوانا؟ ومشاحن. ده قبيل في الحديث بتاع النصف من شعبان. شوف هنا تاني في شرط، قال إذا اجتنبت الكبائر، يعني أنت دخلت رمضان ما بتعمل كبيرة من كبائر الذنوب، صمت رمضان إيمانا واحتسابا غفر لك ذنبك كله، صليت الصلوات بس، صليت الظهر حاضر في المسجد، العصر حاضر في المسجد، البيناتهم ده ربنا بيغفر لك. بلا شوف الدين سهل كيف، وشوف المغفرة دي في أي مكان أنت كثير جدا تلقى أسباب مغفرة، صلاة من أسباب المغفرة، صيام من أسباب المغفرة، بس كده البيناتهم ديل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثال، ده اللي انت لو تأملته عجيب، قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، تخيل في نهر بجاء ولا ترعى إن شاء الله برا بجاء جنبك قدام البيت، قال يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، تمرك يقع فيه يمرك، يقع يغتسل ويمرك 5 مرات في اليوم، قال هل يبقى من درني شيء؟ مهما كان وسخان، تخيل مهما كنت وسخان استحمت 5 مرات ثاني بتوسخ نظيف، وانت لو استحمت مره واحده بتنظف. عندنا احنا هنا اللي بيستحمى يومي ده انظف زول، يومي بتستحمى نظيف، تخيل بتستحمى 5 مرات، قال هل يبقى من درنه شيء؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيوقع للناس المعلومه بالراحه كده بمثل عشان تقع عليك تفهمها تمام كويس، ما يبقى من درنه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، غسلا خشيت اليوم الصلاة الأولى، الصلاة الثانية، الثالثة، 5 صلوات يغسلنك. رمضان بيغسلك برضو، نظفك تمام. قال لك لكن انتبه، إذا اجتنبت الكبائر، اعمل حسابك من كبيرة. الكبيرة دي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم جالس قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ لاحظ طريقة العرض كيف، مش طريقة بتاعت مشي ساي عدي من وشك فينا بيجب كلفتوك، الدين ده كلفته بس قال تعالى قال رسول الله، تكون فهمت انت مرات ما فهمت، كلفت ومرك فات، لا وقع المعلومة بالراحة عشان الناس تفهمها. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة، هم ما عندهم جواب، ما دار يجاوبوا، وده ما سؤال بيجاوبوا ذاته، ده سؤال بتاع تنبيه عشان تركز. هسه واحد بيكون سارح في الدرس بيفكر برا، يا رب اللبن جابه ما جابه، اتعشبتين والليله في سخانه والكهرباء يمكن تقطع، تلقى فكر برا. النبي قال الا اخبركم باكبر الكبائر؟ الصحابه قالوا بلى يا رسول الله، بلى معناه ايورينا. قال الاشراك بالله. شوف المساله دي، ده المثال الثالث، يجينا الاشراك بالله معناه الشرك، ده مصيبة كبيرة، ودي الآن
بصراحة المضيعة كثير من الناس في بلدنا دي، والشيطان طبعا لعب عليهم وصور لهم إنه هم ما مشركين، هم بحبوا المشايخ. ده الموضوع هنا يا الواحد لما تقول له يا زول يا أخي ما تنده الشيخ يا أخي، ما تدعو الشيخ، يقول لك يا مولانا يا أخي أنت مالك، أنا إحنا بنحب الشيوخ، أنتوا بتكرهوا الشيوخ، أنتوا عندكم مشكلة مع الأولياء، أنتوا بتطعنوا في الأولياء. يا زول أنا ما طعنت فيهم، أنا قلت لك ما تدعو الدعاء ده، يو يا فلون تلحقنا، ده ما تقولوا، أو ما تعتقد إنه لو راحت لك حاجة بيجيب الشيخ. في ناس مش عندهم برنامج زي ده، أول ما تروح له شيء طوال يجيك واحد يقول لك يا أخي أنت ما عارف في شيخ جنبنا بيجاي ده بيجيب الرايحة، راح له لا 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 الرايحة ما بجيبها. الرايحة راحت من النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة ما لقوها. السيدة عائشة نزلت البعير، أنا أخو البعير بتاعها، وعندها عقد من خرز جابوه من اليمن، العقد انقطع ووقع تحت البعير والبعير رقد فوق له. أتخيل معي النبي فتش معه منو؟ السيدة عائشة تفتش معه منو؟ صحابة فتشوا جد ما لقوا. أشفك ما في؟ ما في الصفك الوقت ده؟ يقول لهم الرايحة دي في المحلة الفلانية؟ لحد ما بيتوا ليلة كاملة فتشوا. الليلة اللي بعديها المحلة دي ما فيها موية، ولا عندهم هم معهم موية. أبو بكر الصديق جريج السيدة عائشة قاعدة والنبي صلى الله عليه وسلم نايم في حجرة، نايم على حجرة. قالت ما أبوه؟ قالت فجعل يطعنني بإصبعه في خاصرتي بطعنة. يقول لا أقمت برسول الله، قعدتي هنا والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، زعلان أبو بكر الصديق وبطعنة كده، وهي ما قدرت تتحرك لأنه النبي صلى الله عليه وسلم نايم. شنو ذات أدب عجيب، خلاص نايم في حجرة. قالت ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري في كتاب بدء الوحي. ما قدرت تتحرك ليه؟ احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم اللي نايم في حجرة، وهي ضربة حارقة. ده كله ليه؟ عقد رايح بس. هسه والله كان جول الفكه اللي معانا ده هنا، واحد يقول لهم بسيطة عقد هاي امشوا تعالوا لا يجيبوا البياض، تعالوا لي بكرة امسك السبحة يا دايم يا دايم جيب له. يا ناس يا ناس، نبي ما لقوا، صحابة ما لقوا، السيدة عائشة ما لقته، لحد قال ما نزلت آية التيمم. ده السبب بتاع آية التيمم ذاته، فتيمموا صعيدا طيبا، كويس. نزلت آية التيمم، جاء سيد ابن حضير قال لا ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قال لا دي ما أول بركة، إنتي بركاتك كثيرة، قبل كده اتهموك بقضية الإفك ونزل خير كثير جدا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، جاء الخير من السيدة عائشة. وأسى آية التيمم تسهيل وتخفيف على الأمة جاءت من بركة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. السبب شنو؟ عقد راح. لكن أسى في البلد دي تروح لك حاجة تلقى في فقرة فاتحين محلات، يقول لك امشي المسجد في جاي ده بجيب الرايحة والجنة يدوك، والرزق ما عندك حاجة يجيب لك ورقة تلقى معلقينها في الدكان ومعلقينها في الحافلة، وواحد معلق له صورة بتاع الشيخ ويقول لك ده بجيب البركة وده بجيب الرزق. يا ناس وي شفت ده كله كده؟ ده كله ده كان عملت حسابك منه ونقيت عقيدتك دي تمام، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس، قال له إذا سألت فاسأل الله، ما محتاج لواحد تاني، أنت الشيوخ ديل ما محتاج لهم، بس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ده يريحك راح، تعرف الحديث ده والله مريح راح عجيبة خلاص. تعرف تلقى في ناس عندهم شعوذة ثقيلة في راسهم، أول ما تقول الحديث ده بيسكت طوالي، إذا سألت فاسأل الله. لا لا أنتوا عندكم مشكلة مع شيوخنا، ما أنا ما عندي مشكلة خليني منهم، بس النبي قال لك إذا سألت فاسأل الله، والله يريح لك راحة. صححت عقيدتك دي ودخل عليك رمضان مغفرة، الله استثمار عالي جدا. سف الدنيا دي لو ضربتها من ناحية استثمار، رمضان ده استثمار عالي جدا، تمرق من رمضان نظيف إلا تبدأ توسخ تاني من جديد، لكن تمرق نظيف من رمضان، فده استثمار عالي
ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال إذا اجتنبت الكبائر. عشان كده يا أخواننا ندخل رمضان أول حاجة نراجع عقيدتنا تمام، لو في تعلق بكذا ولا كده ولا كده ننجدها تمام، نجدنا عقيدتنا بعد رمضان ده نسعى فيه بالخير. الصدق أمور القروجي، قروجي بتموت وبتخليها قاعدة في محلها، في ناس قروش الراك ده راصينا كويس، يخش رمضان ويمرق القروج قاعدة في محلها أمرقة، الله بيجعل لك بركة، وفي النهاية أنت بتخطها وراك ممكن يجوا ناس يقلبوها دبهم بوراك. أمرق القروج ده صدق. اثنين أقرأ القرآن وأقرأه مش زي قراءة الجرايد، في ناس يقول لك ختمت 6 مرات أقرأ من الأول للنهاية، ثاني من الأول للنهاية. أقرأ أتأمل في الآيات دي بس، أتأمل في القرآن ده بينفعك ينظف لك قلبك ده كويس. تقرأ قرآن تحافظ على صلواتك، قيام الليل ده سهل، ما سهل. شفت صلاة التراويح هنا مع الإمام بس من ما بدت من العشاء ليه من ختم الوتر صليها معه بس، ده قيام ليل. انت قالوا صعب؟ في ناس يقول لك قيام الليل ويعني يا مولانا انا ما نوم ولا شنو، وانا عندي شغل عندنا معايش يا اخي ما صعب قيام الليل ده، بس التراويح دي صليها مع الامام حارث ما تفوتها كله كله. ما تقول ليه الليله ماشيين السوق والدلاله الليله مسخنه قالوا وما تعرف شنو، لا لا بس تراويحك دي صليها مع الامام. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ينقضي، قال كتب له قيام ليله. كده قمت رمضان وصمت رمضان وبعقيده صحيحه كده ان شاء الله ولا كلمه ثانيه، ما في اي كلام، نكون كده احنا استقبلنا رمضان استقبال صحيح. بعد ذاك الزلمه ممكن يزيد اذا عنده طاقه في العمل الصالح، في ابواب الخير، صله الارحام، في غيرها، الانفاق على المساكين والمحتاجين الى اخره من الفضائل. انا اكتفي بهذا القدر واطلت عليكم، جزاكم الله خير على حسن الاستماع، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.